مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي المجهر. ومن خلال رحلتنا المسائية سنطلعكم على آخر الأخبار العلمية والمنوعة، فتفضلوا بالبقاء معنا. استطاع طاقم طبي مكون من أطباء الوراثة بمستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني في اكتشاف الموروث المسبب لمرض وراثي نادر يصيب الأطفال حديثي الولادة، ويضعون الدلائل الإكلينيكية الأولى على قابليته للعلاج الفعال. ونجح أطباء الوراثة في عيادة الطب الوراثي والتطوري بمستشفى جامعة السلطان قابوس في اكتشاف مرض وراثي نادر يصيب الأطفال حديثي الولادة وينتج عنه فقدان شديد للوزن وضعف في النمو، يصحبه أعراض قي وإسهال متفاوتة في الشدة، وذلك في أعراض تشابه إلى حد بعيد الأعراض المصاحبة لمرض الحساسية المرتبطة بالبروتين المشتق من حليب الأبقار، وذلك في صورته الشديدة. ويعد هذا الاكتشاف ذا وقع علاجي مهم، فقد وافق ملاحظات سريرية علاجية مهمة لم يكن ليتسنى فهمها وتفسيرها قبل هذا الاكتشاف، إذ استطاع العلاج المقدم للمرضى المصابين بهذا المرض عن طريق التغذية الوريدية المتكاملة لفترة من الزمن في تحقيق نتائج مبهرة يتمثل في تحسن الوضع الصحي لهؤلاء المرضى مع توقف أعراض المرض وتحسن الوزن. هذا ويامل الأطباء والباحثون في هذه الدراسة أن يفتح هذا الاكتشاف الطبي النوعي في فتح آفاق علاجية وتشخيصية للمرضى الذين يعانون من هذا المرض. بدأت مدرسة منهانغ الثانوية في الصين استخدام روبوت لتقديم الوجبات للطلاب، وذلك سعيا منها إلى تحسين سلامة الغذاء، الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن الطهاه. الروبوت الذي يبلغ طوله 3 أمتار تقريبا يستخدم ذراعيه ليلتقط الأطباق الفردية المعدة سلفا ويضعها في جهاز مايكرويف ضخم لتسخينها قبل فترة التقديم. ومع قدوم التلاميذ إلى المقصف يضع الروبوت الطعام على صواني تتحرك على سير ناقل حتى يتسنى للتلاميذ التقاطها. في الوقت الذي تكافح فيه الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، تسعى مدرسة في مدينة شنغهاي إلى تحسين سلامة الغذاء من خلال استخدام إنسان آلي لونه أصفر فاقع لتحضير الأطباق وتقديمها في المقصف. وبدأت مدرسة مينهانغ الثانوية التجريبية التي يتراوح أعمار تلاميذها بين 11 و13 عاما استخدام الروبوت في أكتوبر تشرين الأول بعد فترة قصيرة من افتتاح المدرسة، الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن الطهاه. الروبوت الذي يبلغ طوله 3 أمتار تقريباً يستخدم ذراعه ليلتقط الأطباق الفردية المعدة سلفاً مثل البيض المطهو على البخار وأجنحة الدجاج المقلية ويضعها في جهاز مايكروويف ضخم لتسخينها قبل فترة الغداء. ومع قدوم التلاميذ إلى المقصف يضع الروبوت الطعام على صوان تتحرك على سير ناقل حتى يتسنى للتلاميذ التقاطها. وقال نائب رئيس المدرسة سون غوين غي إن كل شيء صار على ما يرام لأن الآلة تضمن سلامة الطعام دون أن يلمسها البشر، كما أن مذاق الأطباق أفضل الآن، مضيفا أن الروبوت عادة ما يكون أفضل من البشر في تحديد كمية التوابل التي يجب استخدامها مثل الملح والفلفل. نهى زكريا، رويترز.
تعمل شركة سامسونج على تطوير جهاز ذكي على غرار أجهزة تايل الصغيرة التي تعلق على الأشياء الثمينة بهدف تعقبها للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة. وسبق أن أطلقت سامسونج جهازا للتعقب يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع تحت علامتها التجارية سمارت ثينكس قبل نحو عامين تقريبا. وعادة تأتي أجهزة تعقب الأشياء مع دعم الاتصال بتقنية البلوتوث. يعتبر جهاز روتو فارم من أهم الأجهزة التقنية التي ظهرت في عام 2020، حيث إنه يساعدنا على اتباع أسلوب صحي أكثر، وذلك عن طريق زراعة الخضروات والأعشاب والزهور داخل المنزل وعلى مدار العام بسهولة تامة، حيث يتيح لنا الجهاز زراعة مجموعة متنوعة من الزهور والأعشاب والخضروات الورقية الطازجة داخل المنزل وعلى مدار العام بدون أتربة، حيث إنه يعتمد على تربة عضوية ونظام مائي للري، ويتحكم تلقائيا في الري والإضاءة، ويستمر لعدة أيام دون الحاجة إلى ملء خزان المياه. يعتمد الجهاز في عمله على الدوران بنطاق 360 درجة باستمرار، حيث يكمل دورة كاملة كل 46 دقيقة، وهذا يجعل النباتات تقضي الكثير من الوقت مقلوبة، مما يلغي قوة الجاذبية التي تحد من نموها. ويتيح لنا هذا الاختراع بأن تنمو النباتات بشكل أكبر وأسرع وأكثر وفرة. ويوجد في وسط جهاز روتوفارم نظام للإضاءة مدمج يتكون من مصابيح LED لمحاكاة كمية ضوء الشمس المثالية التي تحتاجها النباتات، كما يوجد 4 مناطق للإضاءة مختلفة بحيث يحصل كل نبات على ما يحتاجه. Thank you.
أظهرت تجربة مدعومة من ناشونال جيوغرافيك كيف يمكن للزجاجات البلاستيكية السفر ما يقارب من 2000 ميل في الممرات المائية الطبيعية. ووضع باحثون بريطانيون علامات جي بي اس وعلامات الأقمار الاصطناعية في زجاجات بلاستيكية في نهر الجانج وخليج البنغال في قمة المحيط الهندي. وذكر الباحثون أن علامات الزجاجة يمكن أن تشكل أدوات توعوية تعليمية قيمة للتوعية العامة بالتلوث البلاستيكي الذي يمكن أن يلوث المجاري المائية ويخنق الحياة البحرية، بل ويهدد سلامة الغذاء عند تناوله عن طريق المأكولات البحرية. وينتهي الأمر بما لا يقل عن 8 ملايين طن من البلاستيك في محيطاتنا كل عام، وذلك وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. مشاهدينا الكرام، محطاتنا مستمرة معكم، وبعد الفاصل تتابعون: خاتم مرصع ب12,000 ماسة، سفينة عملاقة قابلة للتمدد بأكبر أشرعة في العالم، وفاكهة التنين شهية ومثالية. قد لا تكون أزياء راقية، لكنها وجدت لها سوقا مزدهرة، حيث ابتكر مصمم أزياء في أندونيسيا ملابس للقطط التي يصممها واضعا لمساته عليها كأزياء تنكرية، وذلك بعد أن جاءته الفكرة من زبائنه المولعين باقتناء القطط وتربيتها. ويقوم المصمم بتنفيذ الملابس لأصحاب القطط وبعض الطلبات الخاصة كأزياء الأبطال والمشاهير مثل شخصية سوبرمان، ثم يعرضها للبيع على الأنترنت. قد لا تكون أزياء راقية، لكنها وجدت سوقا مزدهرة، وهي ملابس القطط التي يصممها مدرس إندونيسي سابق تحول إلى خياط قبل عدة سنوات. فبعد أن ترك فريدي لوغين برايدي التدريس، جرب عددا من الأعمال، منها فتح ورشة لإصلاح الدراجات النارية، قبل أن يصل إلى فكرة أزياء القطط التي جاءته من أقاربه المولعين بتلك الحيوانات الأليفة. ويقوم فريدي الآن بتوريد ملابس لأصحاب القطط الذين لديهم أذواق خاصة تحاكي أزياء الأبطال المشاهير مثل ثور وسوبرمان، ومن داخل ورشته في بحور إلى الجنوب مباشرة من العاصمة جاكرتا. قال فريدي إنه استغرب الفكرة في بادئ الأمر عندما اقترحها عليه أقاربه الذين يحبون القطط، لكن اتضح أنه أمر مسل أن ترى القطط وهي ترتدي ملابس مختلفة. وبعد أن بدأ البيع على الإنترنت قبل 3 سنوات، أصبح فريدي يجني الآن ما يعادل نحو $200 شهريا، حيث يبيع 4 قطع على الأقل كل يوم، ويتراوح سعر القطعة بين 6 و10 دولارات. أحمد السيد، رويترز.
خاتم على شكل زهرة يدخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية كأكبر خاتم مرصع بالألماس، ورفض صانع الخاتم طرحه للبيع وأطلق عليه لقب خاتم الأزهار، حيث يحمل أكثر من 12 ألف ماسة ويزن حوالي 165 جراما، ويصفه بأنه مريح ويمكن حمله بسهولة. هذا وحطم الخاتم الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة جينيس الأرقام القياسية أيضا لخاتم من الألماس مرصع هذه المرة بسبعة آلاف ماسة. في قفزة نوعية في عالم صناعة السفن العملاقة، أطلقت شركة سويدية مشروعا جديدا لبناء سفينة عملاقة حاملة للسيارات تعمل بطاقة الرياح مزودة بأشرعة قابلة للتمدد والدوران. ورغم أن السفينة الجديدة التي أطلق عليها اسم طائر المحيط تبدو سفينة المستقبل، إلا أنها عادت للتاريخ القديم من أجل استثمار طاقة كادت تكاد أن تختفي من عالم السفن العملاقة وهي طاقة الرياح. وستبدو السفينة الجديدة مختلفة تماما بسبب تصميم أشرعتها الغريب والقابل للتمدد والدوران، حيث يعلو بدن السفينة خمسة أشرعة مجنحة متداخلة يبلغ ارتفاع كل منها 260 قدما، قادرة على الدوران 360 درجة دون لمس بعضها البعض. وتستطيع أشرعة السفينة المصنوعة من الفولاذ والمواد المركبة توليد قوة دفع كافية للسفينة التي تزن 35 ألف طن. We'll be right back.
يعتبر شرب الماء يوميا أمرا بالغ الأهمية خصوصا في فصل الصيف، غير أن إعادة ملء قوارير المياه البلاستيكية حتى بعد غسلها قد تؤدي لأمراض خطيرة لما قد تحتويه من بكتيريا ومواد كيميائية خطيرة على الصحة. وأظهرت دراسة أن قوارير المياه البلاستيكية مضرة للصحة، فهي مصممة للاستعمال لمرة واحدة فقط، لذا يجب الانتباه على هذه النقطة جيدا. فقد أظهرت نتائج تحاليل أجريت على بعض العبوات بعد استخدامها لمدة أسبوع تقريبا وجود مواد كيميائية وبكتيريا قد تكون مسؤولة عن التسبب بأمراض خطيرة كأمراض القلب والمشاكل الهرمونية وخطر الإصابة بأنواع أخرى من أمراض السرطان. لذا ينصح الأطباء بإعادة تدوير القوارير المستخدمة أو شراء قوارير مياه زجاجية مع الحرص على تنظيفها وتنظيمها بشكل مستمر. فوفقا للخبراء، فإن 60% من الجراثيم الموجودة في عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة من شأنها أيضا أن تعرض الإنسان لأمراض خطيرة. فاكهة التنين هي بلا منازع بلونها الأحمر وقشرتها الخضراء ولبها ذي البذور السوداء أجمل فاكهة في العالم، وإلى جانب طعمها هي منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات. وحصلت الفاكهة على اسمها بفضل قشرتها المميزة الشبيهة بجلد الثعبان وموطنها الأصلي أمريكا الجنوبية والوسطى، وهي من عائلة الصبار، ولكنها تنمو اليوم في الكثير من دول العالم ومتاحة على مدار العام. تحتوي على العديد من الفوائد، فهي مليئة بالألياف وبفيتامينات بي وسي والمعادن مثل الحديد والفوسفور والكالسيوم. فاكهة التنين متنوعة الاستخدامات، ويمكن إضافتها كذلك إلى سلطة الفواكه أو الموز أو لتزيين الكعك، ويمكن أيضا تناولها مقبلات كالبطيخ. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات برنامجكم لهذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع المقبل وأنتم في صحة وعافية. إلى اللقاء.